معك عمرو. إذن إجراءات جديدة أعلنت عنها الحكومة البريطانية لمكافحة تفشي السلالة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا، هل لك أن تضعنا في تفاصيلها؟ نعم، منذ ساعات قليلة بالفعل أعلنت بريطانيا أنها أضافت كل من الفلبين وباكستان وبنغلاديش وكينيا إلى قائمة الدول القائمة الحمراء التي تشمل أكثر من 40 دولة، يمنع دخولهم إلى بريطانيا إلا إذا كان في حالات استثنائية ممن كانوا بريطانيين أو من يحملون الإقامات الداخلية هنا في بريطانيا، وذلك لمنع انتشار المزيد من السلالات المختلفة، وهي سلالة جنوب أفريقيا وسلالة البرازيل. وهذا شيء جديد، وخصوصا أن بريطانيا أيضا تتخوف كثيرا من ما يحدث في بقية الدول الأوروبية المجاورة وخصوصا فرنسا، وأن كل السلالات الجديدة هي التي جاحت كل من ألمانيا ومن فرنسا، وهذا يعني أن بريطانيا تتخوف من الموجة الثالثة التي تهدد بالفعل بقية الدول الأوروبية، في حين أن بريطانيا في يوم 12 من إبريل من هذا الشهر الجاري سيتم تخفيف تقريبا معظم الإجراءات الموجودة الآن. سنرى هذه الشوارع وخصوصا شارع أكسفورد ستريت وبقية المناطق تفتح المحلات وما إلى ذلك، وربما سيكون هناك جواز السفر الصحي الذي يسمح بمراقبة من لديهم بالفعل اللقاح أو من لديه شهادة لسلبية هذا الفيروس، ومن ثم سيستطيع المراقبون أن يحددوا أماكن هؤلاء وكيف هي تحركتهم، سواء دخلوا إلى مطاعم الأكل أو إلى دور السينما أو المسارح أو ما إلى ذلك. ستكون هذه الإجراءات تتيح للعامة للدخول للأماكن المختلفة، ولكن بمراقبة مختلفة يستطيع منها تحديد أماكن هؤلاء إذا ما تم هناك انتشار إصابة جديدة أو ما إلى ذلك.